اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، ان شاء الله في الفيديو ده نقدم لكم موبايل مميز جدا، موبايل رخيص في الفئه الاقتصاديه، هو من شركه شاومي، هو الشاومي بوكو ام 6. في الفيديو ده هتعرف كل حاجه عن الموبايل، هتعرف مميزاته، هتعرف عيوبه، هتعرف سعره، هتعرف كل حاجه عنه. مش هتخرج من الفيديو ده الا وانت عارف كل كبيره وصغيره عن الموبايل، حتى محتويات العلبه بتاعته هتعرف فيها ايه. خليكم معانا اخر الفيديو، يلا بينا نبدا ونقول بسم الله. اول حاجه هنتكلم عندي هنا في الموبايل التصميم. تصميم الموبايل جاي كله من البلاستيك سواء الظهر او الفريم. وزن الموبايل عندي هنا 192 جرام. الموبايل فيه مقاومه للميه او لرذاذ الميه والغبار. الموبايل عندي تقدر تركب فيه شريحتين 5G وفي مكان مخصص لتركيب كارت الميموري في نفس الوقت. التصميم تصميم شيك، مفيش اي كلام عليه. اما لو هنتكلم على الشاشه، فالشاشه عندي هنا من نوع IPS LCD، وهي شاشه كبيره، القياس بتاعها 674 من 100 بوصه، والدقه بتاعتها 1600 في 720 بكسل، والجوده بتاعتها للاسف مش فول اتش دي، اتش دي بس، وكثافه بكسلات 260 بكسل لكل بوصه. الشاشه دي درجه سطوعها او اقصى درجه سطوع ليها 600 شمعه، ومعدل التحديث بتاعها 90 هرتز، وعليها طبقه حمايه من نوع كورنينج جوريلا جلاس. الشاشه شاشه كويسه وكبيره، ولكن للاسف هي مش فول اتش دي، هي اتش دي بس. لو هنتكلم عندي على المعالج هنا، فهو من شركه ميديا تك، هو الدايمن سي 6100 بلس. المعالج ده معالج ثماني النواه، دقه التصنيع بتاعته 6 نانومتر، والمعالج الرسوم اللي موجود فيه هو المالي جي 57. المعالج هنا معالج كويس جدا، وهيسد معاك سواء في الالعاب او في الاستخدام اليومي. اما لو هنتكلم عن نظام التشغيل، فهو اندرويد 13 مع واجهه شاومي الميو اي 14، ودي احدث حاجه حاليا موجوده. الموبايل عندي نازل هنا باكتر من اصدار، ال 128 مساحه تخزين داخليه مع 4 جيجا رام، وال 128 مساحه تخزين داخليه مع 6 جيجا رام، وال 256 مساحه تخزين داخليه مع 8 جيجا رام. نوع مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 2.2، والرامات من نوع LPDDR4X. أما عندي هنا لو اتكلم على الكاميرات، فالكاميرا الأمامية اللي هي الكاميرا السيلفي كاميرا واحدة بس 5 ميجا بكسل، وبتصور معاك فيديوهات لحد 1080، ودي نوعا ما هتديك أداء متواضع شوية. أما الكاميرات الخلفية فهما كاميرتين، الأساسية 50 ميجا بكسل فتحة عدسة F1.8، ودي الكاميرا الأساسية. أما التانية هي 8 من 100 ميجا بكسل، ودي بتاعة العزل. الكاميرات الخلفية هتلاقي فيها فلاش، وبتصور معاك لحد فيديوهات لحد 1080. الكاميرات الخلفية نوعا ما هتديك أداء كويس في الفئة السعرية دي. أما لو هنتكلم على البطارية، فهي 5000 ملي أمبير، وبتدعم الشحن السريع 18 واط. الموبايل عندي هنا هتلاقي فيه منفذ 3.5 مللي بتاع السماعات، للاسف مفهوش سماعات ستيريو، مفهوش NFC، مستشعر التقارب مش موجود، سوفت وير، البصمه على زرار الباور، عندك فيه فيس انلوك، الموبايل فيه راديو FM لعشاق الراديو، عندي الواي فاي هنا واي فاي 5، وعندي بلوتوث 5.3 اللي هو الاصدار بتاعه. الموبايل عندي هنا نازل بثلاث الوان، هو الاسود والاخضر والفضي. طب لو حبيت تشتري الموبايل ده هتلاقي ايه في العلبه؟ هتلاقي الموبايل، وهتلاقي الشاحن اللي هو 18 واط، وهتلاقي كابل اليو اس بي تايب سي، وجراب للحمايه، ودبوس لاخراج الشرايح. طب سعر الموبايل ده كام؟ سعر الموبايل ده لاقل نسخه اللي هي 128 مساحه تخزين داخليه مع 4 جيجا رام 125 دولار او ما يقابل الرقم ده في عمله بلدك، والنسخه الثانيه اللي هي 128 جيجا مع 6 جيجا رام 140 دولار او ما يقابل الرقم ده في عمله بلدك، والنسخه الثالثه اللي هي 256 جيجا مساحه تخزين داخليه مع 8 جيجا رام 160 دولار او ما يقابل الرقم ده في عمله بلدك. طب دلوقتي هنجمل كل العيوب مع بعض وكل المميزات مع بعض، وفي الاخر قرار الشراء هو قرارك. عيوب الموبايل ده ايه؟ الشاشه عندي اتش دي بس مش فول اتش دي، كاميرا السيلفي ادائها ضعيف، عندي السماعات مش ستيريو، عندي ما فيهوش ان اف سي، عندي مستشعر التقارب مش موجود، سوفت وير بس. طب مميزات الموبايل ده ايه؟ التصميم بتاعه تصميم شيك، بيدعم شبكات ال 5G، في مكان مخصص تركيب كارت الميموري، الشاشه نفسها بالرغم ان هي اتش دي بس شاشه كبيره 674 من 100 بوصه، ودرجة السطوع بتاعها على شاشة IPS كويس اللي هو 600 شمعة، وعليها طبقة حماية من نوع كورنينج جوريلا جلاس. المعالج هيديك أداء كويس جدا. نظام التشغيل نظام حديث أندرويد 13 وواجهة شاومي ميو أي 14. عندي الكاميرات الخلفية نوعا ما هتديك أداء كويس في الفئة السعرية دي. عندي فيه منفذ 3.5 مللي بتاع السماعات، عندي فيه بطارية كويسة 5000 مللي أمبير مع شحن 18 واط وهتسد معاك. كده قلنا لكم كل حاجة عن الموبايل، ما تنسوناش من اللايك الجميل بتاعكم، أشوفكم فيديو جديد، سلام.